بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم شباب، يا رب دايما تكونوا بخير. معكم محمود، متابعين ان شاء الله موضوع تتبع الاعطال. النهارده هنتكلم على حاجه مهمه جدا، وهي اسباب شحن البايس. شحن البايس من العمليات المهمه جدا واللي ملهاش قواعد معينه. يعني لما نتكلم على شحن البايس او اقول اسباب شحن البايس، الاسباب دي ما هياش سبب مباشر في ان انا اقول عملية شحن البايس، الا حاجات بسيطة جدا في الاسباب اللي احنا او اللي انا كشخص جمعتها في مراحل الصيانة اللي انا اشتغلت فيها. حاجات مش اسباب مسببة، بمعنى ان انا لو عندي تلف مثلا في دايرة البروسيسور، فانا بقيس قياسات معينة على الدوائر زي ما خدنا في دايرة البروسيسور او دايرة الرام او الدوائر الباقية اللي احنا هنتكلم عنها. لما الاقي عجز عندي مثلا في دايرة البروسيسور، بقول ان في مشكلة مثلا في كنترول البروسيسور، فعلى طول بغير عن طريق القياسات. دايرة الرام نفس الكلام، الشيب نفس الكلام، سخونة على قطعة معينة، فانا بغير او بعمل شغلي على اساس الفحص. انما في حاجات في البايوس انا ما يعني ايه، الموضوع كله اجتهادي، بمعنى انا ذكرت او جمعت 8 حالات قابلوني او صادفوني في حالة شحن البايوس. اول حاجة في حالة وجود رسائل خطأ عند فتح الجهاز. ممكن افتح الجهاز الاقي الجهاز بتاعي واقف على كلمة، مثلا لو جهاز اتش بي الاقي واقف على شعار اتش بي او كلمة اتش بي، جهاز ديل نفس الكلام، او يجيب لي الرسالة واضحة مباشر كده ان هو في مشكلة في البايوس فبيحتاج عملية ابديت. في حالة ان الجهاز شغال وفتح معايا داتا، فدي انا ما بسميهاش شحن بايوس، انا بسميها عملية تحديث للبايوس او عملية ابديت للبايوس. مع حالة تانية هنذكرها برضو في الحالات اللي احنا جمعناها. اول حاجة عندي في حالة ظهور رسالة بتوضح ان الجهاز او المكون اللي قدامنا، ان ممكن شحن البايوس يكون في ريسيفر، يكون في شاشة، يكون في دي في ار بتاع كاميرات. فاحنا بنتكلم على المذر بورد، في حالة المذر بورد بتجيلي رسالة مباشرة ان في شحن بايوس. تاني حاجة، ودي الحاجة مهمة، في حالة سلامة الدوائر، يعني دايرة الرام الجهود بتاعتها مظبوطة، البروسيسور الجهود بتاعته مظبوطة والبروسيسور بيسخن، الشبات بتاعتي قياسات سليمة، مفيش مكونات بتسخن، مفيش أي أعطال ظهرية على البوردة. في الحالة دي بقول إن ده عطل داتا، حلو شحن البايوس، وده بتبقى نسبة كبيرة. في حالة سلامة جميع الدوائر وجميع الجهود موجودة على البورد. تالت حاجة، ودي حاجة مشهورة جدا في الجيجا بايت من ال H61 وطالع، H61 B61 B81، اي مذر بورد بيحصل فيها الكلام ده، وده احنا قلناه في فيديو اخير لو حد عايز يرجع ليه، الريستارت المتكرر اللي هو الجهاز بيفتح ويعيد ريستارت، يفتح ويعيد ريستارت. في الحالة دي بعد ما أكد على دايرة الرام بتاعتي السلوت نضيف، الرامة نضيفة، الرامة مجربها وشغالة تمام، الجهود بتاعتي بتاعت الرام، لو حد عايز يرجع للدوائر الرام يبص عليها برضو، في حالة سلامة الرام ودايرة الرام برضو البروسيسور بتاعي بيسكن ويكون البروسيسور نضيف ومكانه نضيف، الحالة دي مشكلتها شحن بايوس. واحنا قلنا في الفيديو ان احنا ممكن نعمل تجربة بسيطة كده، ممكن نتخطى المشكلة دي من غير ما اعمل عملية شحن بايوس. رابع حاجة، لو انا بشتغل بكارت تيستر، الاكواد بتاعتي عمالة تعيد، يوصل الكود مثلا ل26 او 27 ويراجع، يوصل ل25 وراجع. في حالة ان الاكواد بتاعتي مش ثابتة على كارت التستر، يبقى دي مشكلة شحن بايوس، اشحن بايوس، وفي الحالة دي ان شاء الله الجهاز هيشتغل معايا تمام.
خامس حالة معانا اللي هي اللي بشتغل برضو بكارت التستر، عدى كود صفر صفر او اف اف او الاكواد الثابته اللي هي بتبقى في بدايه تشغيل البورد، ايا كان بقى الكود اللي ظاهر معايا، مجرد ما يعدي رقم او رقمين ثلاثه ايا كان، والجهود بتاعتي برضو هاكد عليها سليمه، كل الحالات اللي احنا بنتكلم عنها مفيش اعطال ظاهريه مفيش عجز في الجهود، يبقى الحالة رقم اتنين دي حاجة لا تسري على كل الحالات. أعمل تيست الأول وأعمل ياساتي، بعد كده أبص على كارت التستر، عدى مرحلة اتنين تلاتة، وقف على مرحلة الرام، وقف على مرحلة البروسيسور، في الحالة دي بتكون عملية شحن بايوس. دي خامس حاجة. سادس حاجة، حالة عدم ثبات إعدادات البايوس بعد ما أكد على دايرة السينوس، بمعنى إن أنا بظبط وقت وتاريخ وإعداداتي، الهارد الأول، اليو اس بي، الكلام ده كله، بظبط الحاجات دي كلها وبشغل الجهاز، مجرد ما أقفل الجهاز أجي أشغل الجهاز تاني ألاقي الإعدادات باظت، يبقى الحالة دي أأكد على دايرة السينوس، واللي عايز يرجع على فيديو دايرة السينوس يرجع عليها. بنقيس على البطارية الأول سليمة نأكد عليها، مكان البطارية نأكد عليها وهي البورد بره، المقاومة والديود نأكد عليهم، تمام، الدايرة شغالة تمام معايا مفيهاش مشاكل، يبقى الحالة دي شحن بايوس. دي رقم 6. رقم 7، في حالة تلف مقاوم في دايرة رئيسية، لو أنا شغال في البوردة غيرت الاي او، غيرت كنترول البروسيسور، غيرت اي سي اي مكون، غيرت الشبايه لو بشتغل في لاب او كارت الشاشه لو بشتغل في لاب، في حالات كتير جدا بيحصل عمليه تلف للبايوس، فبعد ما بغير الدايره بتاعتي او مكون معين بلاقي ان البورده بتاعتي برضو لسه مش شغاله والجهود كلها سليمه، في الحالة دي بشحن بايوس إن شاء الله تشتغل معانا. وفي فيديو كنا عملناه غيرنا الاي او، بعد ما غيرنا البوردة ما اشتغلتش، شحننا بايوس البوردة اشتغلت تمام. حالة نادرة جدا ودي قابلتلي شخصيا في جهاز ديل 620 تقريبا على ما اذكر، تاور، ان الجهاز كان قاطع باور تماما. في الحالة دي، في حالة ان الجهاز او البوردة قطع باور وفي 3 و3 موجود على الرجل رقم 8 في البايوس، الرجل رقم 8 احنا عندنا نوتش بنعد 1 2 3 4 5 6 7 8، الرجل رقم 8 عليها 3 و3، في الحالة دي اجرب اشحن بايوس. انا بتكلم على تجربة شخصية او حاجة شخصية قابلتني في جهاز ديل تاور، كان قاطع باور، مجرد ما شحننا بايوس الجهاز اشتغل ما كانش فيه مشكلة. اللي يخلي البايوس يفصل، البايوس هو يعني حاجة برمجية، الحالة البرمجية دي اللي بيكتبها شخص، بتتلف زي أي حاجة ما بتتلف، أي قطعة إلكترونية أي قطعة برمجية بتتلف بيحصل فيها خطأ ما بتخليش عملية الأكواد البرمجية تشتغل اللي هي بتظهر معايا بيانات البوردة وإعدادات البايوس والكلام ده. دي الأسباب اللي أنا اللي قابلتني كشخص، الحمد لله شغال بقالي فترة كبيرة في الصيانة. أتمنى لو في أسباب تاني عند أي حد أو أي حد قابلته مشكلة وشحن بايوس واتحلت عن طريقها، مفيش مشكلة إن هو يتابعنا على الكومنتات، يتابعنا على الواتس، على الفيس، بحيث إن احنا نجمع أكبر قدر ونستفيد كلنا بيه. إذا عجب الفيديو متنساش تشترك في القناة، شاركنا الفيديو ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.